بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. نواصل إن شاء الله في محاضرتنا في كورس البيوكيميكال تشينجز رينال ديزيزز. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن الأكوت كيدني إنجري. This lecture will be presented by مجتبى أحمد محمد التوم, Assistant Professor of Clinical Chemistry. The learning objectives of this session: definitions and classification of acute kidney injury, epidemiology and clinical outcome. Also, we talk about the diagnosis and etiology of acute kidney injury, and approach and how to manage the patient with acute kidney injury. And finally, we will discuss the risk factors and preventive strategies for acute kidney injury. So the definition of acute kidney injury. What is the acute kidney injury or acute renal failure? The acute kidney injury is a sudden, sustained, unusually reversible decrease in the glomerular filtration rate, GFR, occurring over a period of hours to days. يعني لما نقول acute kidney injury أو acute renal failure, يعني عبارة عن sudden and sustained, unusually reversible, يعني بيحصل فجأة decrease في GFR, لكن الميزة فيه إنه يكون reversible, يعني بعد فترة ممكن يرجع لشنو الكيدني, ممكن ترجع ل الوظيفة الطبيعية لها وترجع تشتغل بصورة عادية. بيحدث قلنا صدن في فترة بيكون hours to days, يعني في خلال ساعات لأيام ممكن يحدث شنو الأكوت كيدني إنجري. And there are more than 30 definitions of acute kidney injury published in published studies. يعني عندنا أكثر من 30 تعريف للأكوت كيدني إنجري في البحوث والدراسات المنشورة في الموضوع ده. لكن اللي بيهمنا في النهاية لازم يكون في شنو, أهم حاجة إن يكون صدن sustained and reversible, ده أهم three words in the definition. طيب عندنا في definition بتاع الكيدني disease international global outcome أو improvement global outcome, واللي هي منظمة بتختص بشنو بالكيدني disease سواء كان acute ولا chronic. في عام 2012 عملوا لنا ديفينيشن انه الاكوت كيدني انجر از انكريس ان سيروم كرياتينين باي مور ذان اور ايكوال تو 0.3 ملي جرام بير ديسيلتر وذين 48 اورز اور انكريس ان سيروم كرياتينين باي مور ذان اور ايكوال تو 1.5 تايمز بيز لاين ويتش از نون اور بيرسيمد تو هاف اوكيرد وذين بريور 7 دايز or urine volume less than 0.5 ml per kg per hour for 6 hours. يعني دي كلها تعريف خدتوها لنا ناس الكيديجو organization, للمنظمة بتاعت الكيديجو organization. طيب قالوا شنو؟ قالوا انه الأكيوت كيدني انجري is increase in serum creatinine, يعني زيادة في معدل السيرم كرياتينين بأكثر من أو يساوي 0.3 ملي جرام في خلال 48 ساعة. يعني مثلا أعمل measurement للسيرم كرياتينين للبيشن في اليوم الاول, اجي في اليوم الثاني مثلا اليوم الاول كان 0.6 ملي جرام بير ديسيلتر, اجي اليوم الثاني القاه 0.9, اليوم الثالث القاه مثلا 1.2 and so on. يعني ده معناه شنو؟ معناه انه البيشن ده في شنو, في 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 انكريس في السيرم كرياتينين جراديول, في زياده تدريجيه. فطوالي لو زاد المعدل بتاع السيرم كرياتينين مور ذان 0.3 ملي جرام بير ديسيلتر في خلال 48 ساعه, ده يعتبر شنو, واحد من الانديكيشن بتاع الاكوت كيدني انجري. او يحدث زياده في مستوى السيرم كرياتينين باكبر من او يساوي 1.5 البيز لاين. يعني مثلا انا عملت بيز لاين, قمت قيست هسه حاليا, لقيت المستوى بتاع السيرم كرياتينين كان 0.8 ملي جرام بير ديسيلتر. جيت بعد يوم او يومين قيسته, لقيت المستوى مثلا بيعادل لي 1.6 او مثلا 1.9 for example. ده معناه شنو؟ معناه زيادة ومعدل 1.5 أو أكتر, يعني يساوي 1.5 times baseline. يعني baseline دي الحاجة اللي أنا قستها في المرة الأولى, يعني قبل البيشن ما يكون عنده acute kidney injury. تمام, أهم شيء بس يكون شنو, which known to perform to have occurred within prior 7 days. يعني أنا عارف إنه البيزلاين ده بشرط يكون أنا عامله قبل 7 أيام, خلاص, يعني قبل ما تظهر شنو المشاكل او الاعراض بتاعت الاكوت كيدني انجري. او other definition, urine volume less than 0.5 ml per kg per hour. احنا عندنا normal urine volume مفروض يكون من 0.5 up to 1
مل بير كيلوغرام اوف بودي ويت بير اورز، يعني ده المعدل الطبيعي لليورين اوتبوت، المفروض يكون 0.5 اب تو 1 مل بير كي جي بير اورز. خلاص، فنحن لو جينا عملنا ميجرمنت لليورين فوليوم، ميجرنج لليورين فوليوم ولقيناه ليس ذان 0.5 مل بير كي جي بير اور فور 6 اورز، يعني مده 6 ساعات، يعني في كل ساعه العيان بيطلع اقل من 0.5 بالنسبه لوزنه في الساعه الواحده، ده معناه انديكيت انه البيشنت برضه يكون عنده شنو اكيوت كيدني انجري. فدي الديفينيشنز اللي خدتوها لنا ناصر كيديجو. طيب اولسو ناصر كيديجو عمل لنا كلاسيفيكيشن للاكيوت كيدني انجري في عام 2012 as follow، انه بس اونلي ستيج 1 2 اند 3. اعتمدوا في الكلاسيفيكيشن حقهم على السيرم كرياتينين واليورين اوتبوت، حتى لو ملاحظين برضه في الديفينيشنز احنا قلنا خدته في اعتبارهم السيرم كرياتينين وكذلك اليورين اوتبوت. طيب ستيج 1 بيكون السيرم كرياتينين 1.5 تو 1.9 بيز لاين اور مور ذان 0.3 ملي جرام بير ديسلتر، يعني في ستيج 1 ده نلقى السيرم كرياتينين زايد بمعدل 1.5 او 1.9 للبيز لاين اللي هو اللي عملناه قبل 7 ايام، او نلقى المستوى بتاع السيرم كرياتينين مور ذان 0.3 ملي جرام بير ديسلتر، واليورين اوتبوت بيكون ليس ذان 0.5 مل بير كي جي بير اور فور 6 تو 12 اورز. دي ستيج 1. ستيج 2 يكون السيرم كرياتينين انكريز باي 2 اب تو 2.9 بيز لاين، يعني يزيد بمعدل 2 او 2.9 للبيز لاين، اليورين اوتبوت يكون ليس ذان 0.5 مل بير كي جي بير اورز فور مور ذان 12 اورز، يعني مده اكثر من 12 ساعه المستوى بتاع اليورين اوتبوت يكون اقل من 0.5 مل بير كي جي بير اورز. دي ستيج 2. ستيج 3 يكون 3 تايمز بيز لاين، يعني ستيج 3 ده مثلا يكون 3 ضعف البيز لاين، يعني مثلا لو كان البيز لاين قيسناه 0.5 هنا المفروض عشان نقول ستيج 3 اكيوت كيدني انجري نلقاه 1.5، يعني 3 اضعاف البيز لاين، اور انكريز ان كرياتينين مور ذان 4 ملي جرام بير ديسلتر، او نلقى الكرياتينين زايد بمعدل اكثر من 4 ملي جرام بير ديسلتر، اور انيشيشن اوف رينال ريبليسمنت ثيرابي، او نلقى انه العيان يحتاج انه يغسلوا له سواء كان بالهيموديليسيس او بالبريتونيال ديليس، المهم نلقاه بدا في واحد من الرينال ريبليسمنت ثيرابي، او في اليورين اوتبوت نلقاه ليس ذان 0.3 مل بير كي جي بير اور for more than 24 hours، يعني نلقى انه في خلال 24 ساعة في continuous urine volume بيكون شنو less than 0.3 مل بير كي جي بير hours، او نلقى anuria. لما نقول anuria that means urine volume less than 100 مل بير دي، يعني اقل من 100 مل، فهنا ممكن نلقاه anuric for more than 12 hours. ففي كل الاحوال ده انا بقول انه العيان عنده شنو، عنده stage 3 acute kidney injury. يبقى زي ما انا ناسل كده وعمل لنا classification acute kidney injury into 3 stages according to the serum creatinine and urine output، وهي واحد عنده كريتيريا معينة. طيب the epidemiology of acute kidney injury انه about 5-10% patients اللي هو hospitalized patients بنلقاهم انهم عندهم acute kidney injury، يعني 5-10% من all hospitalized patients throughout the world بنلقى عندهم شنو السبب الرئيسي للادميشن او الهوسبيتاليزيشن بيكون ديو تو اكيوت كيدني انجري. ان اباوت 70% ان كريتيكلي ايل بيشنتس، 70% من الناس اللي بيكونوا تعبانين شديد، عيانين مرض شديد، بيكون دائما عندهم شنو رينال ديزيز ميل اللي بيكون اكيوت كيدني انجري. ان اباوت 5-6% اي سي يو بيشنتس ريكوير رينال ريبليسمنت ثيرابي، 5-6% من البيشنتس اللي بيكونوا موجودين في الاي سي يو في الانتنسيف كير يونتس محتاجين لرينال ريبليسمنت ثيرابي، يعني هنا يوجوالي بيكون ديو تو اكيوت كيدني انجري. وانس اكيوت كيدني انجري اوكير ذا تريتمنت از سبورتيف، يعني لو الاكيوت كيدني انجري حصل التريتمنت هنا غالبا بيكون شنو سبورتيف، يعني لما نقول سبورتيف يعني شنو معناه، مثلا لو كان العيان دي هيدريتد نديه نعمل له ريهايدريشن، نديه اي في فلويد مثلا، لو كان مثلا بيعاني من pain نديه pain relief. خلاص مثلا لو كان عنده fluid overload ممكن نديه diuretics and so on، يعني بسموه supportive treatment. طيب the kidney to function properly require، عشان الكدني تشتغل بصورة proper محتاج لشنو، normal renal blood flow، محتاج ل functioning glomeruli and tubules and clear urinary outflow tract for drainage and elimination
of formed urine. يعني الكدنة عشان تشتغل بصورة بروبر محتاجة ل 3 things. يعني البلوت فلو لازم يكون بصورة بروبر. فلو كان في اي مشكلة في البلوت فلو في الحالة دي بدينا بيريرينال ديزيز او بيريرينال كوز. في نفس الوقت لازم يكون الجلوميرولاي والتيبيول شغالة بصورة بروبر، فلو كان فيها مشكلة حدينا رينال اور انترنسيك رينال كوز اور ديزيز. And also clear urinary outflow tract for drainage and elimination of formed urine. يعني ال urinary tract يكون يكون intact، ما يكون فيه أي some sort of obstruction. فلو كان في any obstruction ده بسموه ال post renal cause أو ال post renal disease. يبقى إذا معناها على حسب ال functions أو حسب ال area نحنا ممكن بعد ذلك نتوقع إنه شنو which type of kidney disease perirenal ولا renal ولا postrenal. So the classification of etiologies of acute kidney injury بنقسم ال acute kidney injury into perirenal acute kidney injury ده قلنا إذا كان في مشكلة في blood flow, intrinsic kidney injury إذا كان في مشكلة في glomeruli أو في tubules, and postrenal ده إذا كان مشكلة في urinary tract outflow. So the intrinsic acute kidney injury لأنه مهم جدا جدا بينقسموا إلى different categories. فيه ال acute tubular necrosis يعني لو حصل لي necrosis للtubules يعني death يعني, or acute interstitial nephritis. لما نقول interstitial يعني ده المسافات البينية اللي بتكون في الكدني اللي هو interstitial space, لو كان فيها inflammation بيسميه ال acute interstitial nephritis, أو acute glomerulonephritis لو كان فيه inflammation of the glomerulus, and acute vascular syndromes يعني لو كان في اي مشكلة في الفازلز الموجودة في الكدني, or intratubular obstruction او لو كان في مشكلة برضو في شنو في obstruction في التوبيولز. فدي كلها بتنضم لي تحت الغائمة بتاعت الانترنسيك acute kidney injury. يبقى اذا معناه acute kidney injury classified into perirenal, intrinsic and postrenal. طيب نمسك واحدة واحدة. The perirenal acute kidney injury ذكر احنا قلنا البريرينال معناها مشكله في شنو في الرينال بلوت فلو. سو ذا بريرينال اكوت كيدني انجري انكلود انترافاسكولار فوليوم ديبليشن, يعني اي سبب ادى الى انه الكميه بتاعت البلوت فوليوم تكون اللي بتصل للكيدني تكون ديمينيشت. ذيس كوزز انكلود بليدنج لو كان مثلا عندي سيفير بليدنج ديو تو اني كوز, سواء كان مثلا في تروما ولا في انجري ولا ديو تو اني تايب اوف thromboembolic disease, hemophilia مثلا او اي حاجه ادت لانه يكون في bleeding ده ممكن يدينا لشنو للانترافاسكولار فوليوم يكون شنو قليل. also in case of GI loss لو كان مثلا عندي في bleeding, سواء كان مثلا عندي hematemesis يعني vomiting of blood, او عندي hematochezia, او bleeding بالrectum يعني زول بينزف عن طريق الrectum. برضو عندنا في حاله renal loss في حالة الاسكيل لوس such as in case of burn دول يتعرض لحروق كبيرة, and also in case of third space loss and poor oral intake. خلاص يعني third space loss مثلا يكون عن طريق البريثنج مثلا عن طريق الاسويتنج and so on. عندنا poor oral intake اللي هو ما قادر يتناول المريض ما قادر يتناول بالماوس مثلا اللي هو MBO يعني nothing per oath يعني ما قاعد يتناول اي حاجة عن طريق الماوس, او كان anorexic يعني عنده فقدان شهية. فدي كلها ممكن تؤدي الى انه الانترافاسكولار فوليوم يكون ديبليت, في التالي ممكن تؤدي الى perirenal acute kidney injury. The second class of perirenal acute kidney injury عندنا decrease effective circulating volume, يعني الكمية بتاعت البلوت فوليوم اللي بتكون في السيركوليشن بتكون قليلة مثلا due to congestive heart failure, ناس اللي عندهم مشكلة بتاعت قلب مرض القلب, أو due to cirrhosis ناس عندهم تليف في الكبد, or in case of nephrotic syndrome and sepsis. فدي ممكن تكون شنو due to decrease effective circulating volume. Decrease flow through the renal artery مثلا لو كان عندي مشكلة في renal artery يعني في blood supply to the kidney, مثلا عندي renal artery stenosis or occlusion يعني عندي ضيق أو obstruction في renal arteries, بالتالي معناها كمية البلوت سبلاي اللي بتصل للكيدني بتكون شنو قليلة. or in case of hepatorenal syndrome, hepatorenal syndrome that means there is liver failure that affect on kidney يعني في مشكلة في الليفر أثر لي على الكيدني بسموه hepatorenal syndrome. or due to pharmacological impairment يعني due to drugs such as
رنين انجيوتنسين الدوسترول اور نيازايد نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. يعني مثلا الفارماكولوجيكال دراج such as الرنين انجيوتنسين الدوسترول مولكيولز او سبستانس او النيازايد مثلا زي الاسبرين. فدي برضه sometimes ممكن تعمل لي شنو decrease renal flow وبالتالي ممكن تؤدي الى perirenal acute kidney injury. So the perirenal acute kidney injury divided into intravascular volume depletion, decrease effective circulating volume and decrease flow through the renal artery. طيب what is the treatment of perirenal؟ يعني الناس اللي بيكون عندهم مشكله بتاعت perirenal cause او perirenal azotemia العلاج بيكون شنو؟ وتذكر انه لما نقول azotemia قلنا معناها في elevation of the non-borate nitrogenous substance without signs and symptoms of chronic kidney disease, of kidney disease اللي هو عكس اليوريميا. لما نقول يوريميا معناها في elevation في ال MBN بالاضافه لشنو؟ signs and symptoms of renal disease. So what is the treatment of perirenal azotemia in early stages؟ can be rapidly corrected by aggressive normalization of effective arterial volume. يعني في الغالب في المراحل الاولى احنا دائما بالسبب الرئيسي بيكون انه في decrease, يعني كل البيرينال بيكون السبب الرئيسي بيكون decrease the kidney perfusion, يعني كميه البلس سبلاي اللي بتصل للكدني تكون بسيطه. ففي المراحل الاولى ممكن نعمل التريتمنت طوال بالافكتيف arterial volume, يعني نحاول نعمل شنو, نعمل correction للديمينيشت فوليوم. يعني مثلا ندي اي في فلويد فور اكزامبل. برضه لو كان في مشكله في الهارت نعمل اوبتمايزيشن اوف كاردياك فانكشن. لو كان في مشكله في هارت فيلير نحاول بقدر الامكان انه نخلي الهارت يشتغل بصوره افضل. ان اولسو ديسكونتينيويشن اوف انتاغونايزنج ميديكيشنز. يعني عندنا في بعض المولكيولز اللي هو الفارماكولوجيكال سبستانس ساتش اس نيازايدز والديوريتكس والرنين انجيوتنسين الدوسترون سيستم بلوكرز, فدي نعمل لهم discontinuation اذا كنا مستخدمينهم. ليه؟ لانه ممكن يكون ده السبب الرئيسي لشنو, للديمينيش كيدني بيرفيوجن. فده التريتمنت. يعني the second categories of acute kidney injury causes عندنا او acute kidney injury class عندنا renal intrinsic acute kidney injury, يعني هي مشكله بتكون في الرينال ذاتها. فدي ممكن نقسمها لتيبيولز, نقسمها لانترستيتيوم, نقسمها لجلوميرولوس عن انترا tubular obstruction. في التيبيولز عندنا الأكيوت تيبولر نيكروزيس ATN, يعني أكيوت تيبولر نيكروزيس, يعني في نيكروزيس للتيبيولز, وده ممكن يكون due to sepsis or due to ischemia or some toxins. يعني due to sepsis, ischemia or some toxins. أو interstitial diseases اللي هو عندي acute interstitial nephritis, acute interstitial nephritis AIN, وده ممكن يكون due to drug, due to infection or due to tumors or neoplasm. عندنا في glomerulus acute glomerulonephritis AGN acute glomerulonephritis, فهنا ممكن يكون primary, ممكن يكون post infectious, يعني زي ما بحدث في حالة ال post streptococcal glomerulonephritis. يعني مثلا ال children اللي بيجيهم tonsillitis due to streptococcus pyogenes, فلو ما تعالجوا بصورة سريعة ممكن شنو after 3 to 4 weeks يتطور لهم لشنو لجلوميرولونيفريتيس, يسموه البوست استريبتوكوكال جلوميرولونيفريتيس. أو ممكن يكون due to rheumatological cause or vasculitis, أو ممكن يكون due to hemolytic uremic syndrome أو thrombocytopenic purpura. hemolytic uremic syndrome أو thrombocytopenic purpura اللي هو ده واحد من الهيمودايناميك ديس اوردرز, ممكن برضه يعمل لي شنو, يعمل لي الانترنسيك رينال ديز. هنا مين اللي بيكون ديوت شنو, جلوميرولار استراكشر دامج. عندنا الانترا تيوبولر اوبستراكشن, والانترا تيوبولر اوبستراكشن ممكن يحصل لي اوبستراكشن للتيوبولز باي ميوغلوبين اور هيموغلوبين اور مايلوما رايت تشينز لايت تشينز, الناس اللي عندهم مالتيبل مايلوما مثلا, او في حاله اليوريك اسيد لو عمل لي يوريك اسيد ستونز او كريستالز مثلا في حاله التيومر لايسيس سيندروم. برضو ممكن يحصل لي obstruction للتيوبيولز عن طريق الدراكس سطح آس الباكتريم والاندينافير وإيسايكولوفير عن أوكزاليت. فدي كلها ممكن تعمل لي intratubular obstruction وليتر اون الpatient يجينا بشنو بsigns and symptoms of intrinsic acute kidney injury. طيب الacute tubular necrosis لأنها مهمة جدا جدا, واحدة من الموست كومن كوزز اللي بتؤدي للانترنسيك اكيوت كيدني انجري عندنا اكيوت تيبولر نيكروزيس.
فالأكيوت كيدني نكروزيس كود بي اوكر ديو تو سيبسيس ودي ممثل لي 48% اوف توتال كوزيس ممكن يحصل لي سيبسيس اور اسكيميا والاسكيميا ممثل لي 32% ممكن السبب الرئيسي العيان يجي بهايبوتنشن يجي بهايبو فوليميك شوك يعني كميه بتاعت البلود فوليوم بتكون بسيطه جدا جدا لغايه ما المريض يدخل في شوك او ممكن يكون ديو تو كارديو بولمونري اريست خلاص يعني حصل لي اريستنج للهارت ان كارديو بولمونري باي باس يعني دي الاسباب اللي ممكن تؤدي لاسكيميا يعني لو في شنتنج بين الكاردياك والبلمونري فازلز اللي بيسموه الكارديو بلمونري باي باس او لو في ارستنج للكارديو بلمونري او لو في هايبوفوليمو شوك او هايبوتنشن العيال لو كان ضغط بتاعه فيري لو. عندنا برضو الدايركت توكسين انجري او دايركت توكسيك انجري بس لو في انجري ديو تو توكسيك سبستنس ده مثلا 20% او عندي اكزوجينس كوز ممكن يكون راديو كونتراست يعني مثلا عيان استخدم الدو كونتراست دايس داري مثلا يعمل له سي تي سكان ولا اذر ايميجينج استاديز ادو الكونتراست عشان كده مهم جدا جدا في الكونتراست دايس قبل ما يعمل او يحقن الكونتراست لازم يعمل اسيسمنت او يعمل رينال فانكشن تيست خلاص لانه الكونتراست دي اكستن بتبقى شنو توكسيك تو ذا كيدني ممكن تعمل لي اكوت كيدني انجري ليتر ممكن تدخلنا في سيريس كومبليكيشنز. برضو عندنا في امينو جلايكوسايدز زي الجنتامايسين عندنا الفانكومايسين والانفوترسين بي عندنا السيسبلاتين والايسايكلوفير والكالسينيورين انهيبيترز والاتش اي في ميديكيشنز اللي هو العلاجات بتاعه الهيومن ايميون ديفيشنسي فايروس زي التينوفير فدي كلها ممكن تبقى لي شنو ممكن تعمل لي اكوت تيوبولار نيكروزيس. دي الاكزوجينس الاندوجينس مولكيولز عندنا زي البيجمنت نيفروباثي زي الرابدوميوليسيس والهيموليسيس او الهيموليسيس لو في اكسسيف هيموليسيس برضه ممكن ياثر لي شنو ياثر لي على الكيدني تيوبولز ممكن يعمل لي اكوت تيوبولار نيكروزيس. طيب what are the laboratory findings in acute kidney injury احنا في اللاب بنلقى شنو. طيب دي بيقودنا لانه احنا ممكن نعمل differentiation between the perirenal acute kidney injury و acute intrinsic acute kidney injury يعني بنقدر نميز بين the perirenal cause وال intrinsic renal cause هنا ميل للacute tubular necrosis عن طريق الinvestigations مثلا نقوم نعمل blood urea nitrogen to plasma creatinine ratio BUN to BCR ratio يعني blood urea nitrogen to plasma creatinine ratio لو لقينا المستوى بتاع البي يو ان تو كرياتين ريشيو مور ذان 20 تو 1 يعني اكثر من 20 الى 1 ده معناه بيريرينال. ليه؟ لانه في حاله الاوليجوريك اكيوت كيدني انجري او الاكيوت تيوبولار نيكروز يعني انترنسيك اكيوت كيدني انجري بنلقاه الريشيو بيبقى من 10 ل 15 الى 1. ممكن نعمل اليورينري صوديوم في البيرينال بنلقاه less than 20 في الاوليجوريك acute kidney injury بنلقاه more than 40. ممكن نعمل يورين اوزمولاليتي يعني نشوف الاوزمولاليتي بتاعت اليورين في حالة البيرينال بنلقاه عالي اكتر من 500 في حالة الاوليجوريك acute kidney injury بنلقاه less than 400 ما الاوزمول بير كي جي اور بير H2O لتر H2O. او ممكن نعمل برضو الفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم اللي هو الفينا اف اي ان اي فراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم شوف المعدل بتاع الاكسكريشن للصوديوم في البيرينال بنلقاه less than 1% في الاوليجوريك اكوت كيدني انجري بنلقاه مور ذان 2%. برضو نشوف الريسبونس تو فوليوم في البيرينال الكرياتينين امبروفز وذ انترافاسكولار فوليوم او الانترا او الاي في فلويد انترا فاسكولار فلويد او الانترافينوس فلويد. اما في حاله الاوليجوريك الكرياتينين would not improve much يعني البيرينال هنا دائما بيكون ديو تو شنو الفلويد ديبليشن فلو عملنا اي في فلويد ادمنستريشن ده طوال بيعمل له كوركشن والكرياتينين تو سام اكستنت بيحصل له ريكفري ممكن يرجع للنورمال لكن الاوليجوريك اكوت كيدني انجر او ديو تو اكوت تيوبولار نيكروزيس يعني حصل لي نيكروزيس للتيوبولز فهنا ما بيحصل امبروفمنت بصوره زي ما بتحدث في حاله البيرينال. عند اليورينري سيديمنت في حاله البيرينال بنلقى فيه البلانت والهيلاين كاست اما في حاله الاوليجوريك اكوت تيوبولار نيكروزيس لانه حاصل لي دي الترشح لكميه كبيره من التيوبولز حاصل لها نيكروزيس ف
ممكن نلقى فيه ماضي براون جلانونال كاست، ممكن نلقى سيلولر ديبري، ممكن نلقى تيوبلر ابيزيليال سيلز اند سو اون. يعني هنا بيكون شنو اليورين، اليورين بيكون شنو بيكون يعني مور تيربيد، وبكون السيديمنت فيه كثيره شديد لانه في دمج او ديستركشن او نيكروزس لشنو للتيوبولز. عندنا الثيرد كلاس اسمه البوست رينال اكوت كيدني انجري. والبوست رينال اكوت كيدني انجري الليفل اوف اوستراكشن ممكن يكون ابر تراكت اللي هو ده ذا ليفل اوف ذا يوريترز في الحالب في الحالبين، او ممكن يكون لور تراكت. وهنا اللور تراكت مين اللي بيكون في البلادر اوتلت اور يوريثرا، يعني في البلادر او في اليوريثرا. عندنا برضه الديجري اوف اوستراكشن ممكن يكون بارشل اور كومبليت اوستراكشن، partial or complete obstruction يعني انسداد بصوره كامله او انسداد بصوره جزئيه. عندنا في الاناتوميكال ليجنز ممكن يكون يونيلاترال اور بايلاترال، يعني الانسداد ممكن يكون في 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 جانب واحد ليفت اور رايت، او ممكن يكون ان بوث سايد ليفت اند رايت يوريترز. مثلا عندنا الديوريشن في البوست اكوت كيدني انجري، الديوريشن الديوريشن ممكن يكون شنو فور لونج تايم اور شورت تايم، يعني ممكن يكون لفتره طويله بعد ممكن يدينا كرونيك كيدني ديزيز بصوره عديل كرونيك كيدني ديزيز، او ممكن يدينا اكوت كيدني انجري. برضو نشوف الكوز ايزر كونجينيتال اور اكويرد، يعني هل العيان اللي اتولد بالمشكله دي ولا جاته هو كبير. خلاص فدي نقاط مهمه جدا جدا لو عايزين نتكلم عن شنو البوست رينال اكوت كيدني. يعني نشوف الليفل اوف اوبستراكشن، نشوف الديجري اوف اوبستراكشن معه الاناتوميكال ليجن وحتى الفانكشن، بعدين نشوف الديوريشن والكوز. طيب لو مسكنا الابر تراكت اوف ستراكشر اللي هو ده قلنا ات ذا ليفل اوف ذا يوريترز بنقسمها لانترنسيك كوزز اند اكسترنسيك كوزز. الانترنسيك كوزز يعني هنا مشكله بتكون شنو في داخل في داخل الجسم يعني خلاص، وبتكون مين اللي هنا في داخل اليوريتر ذاته. فممكن تكون ليه شنو نيفروليثيسيس، يعني في ستونز عملت ليه اوبستراكشن اوف ذا يوريترز، او بلوت كلوت في كلوت في جلطه قفلت ليه اليوريترز، اور بابيلاري نيكروزيس يعني في ماسلز حاصل ليه البابيلاري ماسل مثلا حاصل ليه فيها نيكروزيس، او كانسر او ديو تو تيومرز. دي كلها ممكن تعمل ليه انترنسيك اوبستراكشن اوف ذا شنو اوف ذا يوريترز. عندنا الاكسترنسيك يعني ده اللي بره بيبره من اليوريترز، ممكن يكون ديو تو ريتروبيريتونيال اور بيلفيك مالجنسي، لو زول مثلا عنده تيومر في الاريا بتاعه الريتروبيريتونيوم او في التيومر في البيلفيك، اور ان كيس اوف اندوميتريوزيس اور برولابس يوتريس، او في حاله الفيميل يعني مثلا لو واحد عندها لحميه او عندها مثلا اليوتريس الرحم يعني حاصل له برولابس بيجي طالع لي بره، فده ممكن برضه ممكن يعمل ليه اوبستراكشن لليورين اوت فلو. عندنا الابدومينال اورتيك ان ايوريزم اور الياك ارتري ان ايوريزم، يعني لو حصل ليه دايليتيشن ويكنينج للابدومينال اورتا او للاريك ارتري، الابدومينال اورتا برضه كبير فلو حصل دايليتيشن بصوره كبيره برضه ممكن يعمل ليه شنو اوبستراكشن لليورين اوت فلو. ان ان كيس اوف ريتروبيريتونيال فايبروسيس لو ايفن حتى لو حصل ليه ريتروبيريتونيال، يعني ريتروبيريتونيال عندنا فيه المالجنسي ان فايبروسيس، فدي ممكن نعتبرها شنو الانترنسيك ان اكسترنسيك فاكتور ذات ليد تو ابر يونيت تراكت اوبستراكشن. اون ذا اذر هاند وي هاف لوور تراكت اوبستراكشن، يعني في الجزء لما نقول لوور تراكت قلنا معناها بيكون ليه في البلادر ان يوريثرا، يعني ات ذا ليفل اوف بلادر ان يوريثرا. فهنا ممكن يكون السبب ديو تو بيناين بروستاتيك هايبربليجيا اور بروستاتيك كانسر، يعني لو كان في تضخم في غده البروستات في الميل او في تيومر عديل في كانسر، or in case of cancer of the bladder او لو في tumor في البلادر ذاته، or in case of urethral strictures يعني لو حصل لي التصاق لليوريثرا، or in case of bladder stones لو كان عندي حصاوي في البلادر، or in case of blood clots لو في جلطات، or functional obstruction as the result of neurogenic bladder، او لو كان مثلا عندي مشكله في ال 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 البلادر، يعني احنا عندنا فيها اسفنكتر في البلادر، فلو حاصل في سام تايمز ممكن لو كان ديو تو سباينال انجري او ديو تو سباينال كورد انجري، في السباينال كورد مثلا حصل تروما حصل لي انضرب شنو انضرب السباينال كورد، ففي نيرفز اللي هو الاوتونوميك نيرف سيستم عنده علاقه مع شنو مع او بعمل له كنترولنج للاسفنكتر بتاعه البلادر، فلو حاصل لي
impairment في السفنكتر، فبالتالي ممكن يكون عندي نيوروجينيك بلادر، يعني البلادر قفلت والسفنكتر بقى تاني ما قادر شنو ما قادر يفتح، بالتالي ممكن اعمل لي فانكشنال اوبستراكشن از ذا ريزلت اوف نيوروجينيك بلادر، بيسموه نيوروجينيك بلادر. طيب عندي البوست رينال اكيوت تريتمنت، يعني الناس اللي بيكون عندهم اوبستراكشن ده التريتمنت بيكون شنو؟ The promote recognition and relief of the obstruction can prevent the development of permanent structural damage. يعني أهم حاجة نحن نعرف المشكلة وين والقفلة حصلت وين. خلاص؟ دي أهم نقطة. لأنه دي بعدين بتمنع لي ال permanent structural damage. يعني لو ال obstruction ده لو كان for long time بعد ده ممكن يخلي الحصاوي تتكون، بعد شويتين تكبر، بعد شويتين ممكن تعمل لي damage لل nearby structure. So later on ممكن ال patient يدخل في acute kidney في chronic kidney injury أو chronic kidney disease. مثلا عندي اللور تراكت اوبستراكشن ممكن نعمل له ريليف باي بلادر كاثيتر، نجيب الكاثيتر العادي نعمل له ريليف للاوبستراكشن. لو كان مثلا في ابر تراكت اوبستراكشن في انسداد في اليوريترز ممكن نعمل يوريترال استنت، يعني دعامه لليوريترز او للحالبين، اور بيركوتينيوس نيفروستوموزيس او نيفروستوميس، او مثلا بالجلد بالكيوتينيس يعملوا فتحة يخلوا شنو يخلوا ليه مثلا اليورين يطلع بالفتحة دي. ليه؟ لأنه حاصل ليه عشان ما تحصل ليه شنو في كومبليكيشنز كتير في بسموها البيركيوتينيس نيفروستوميس، يعني فتحة كده بتكون بالإسكين، يعني طريق الكيوتينيس شو الإسكين. برضو ممكن نعمل مونيتر فور بوست اوبستركتيف ديوريسيس، يعني الفيزيشن بيعمل ليه مونيتورينج. And recovery of renal function dependent upon the duration of obstruction. يعني بعدين ال disease recovery بيعتمد على شنو؟ Recovery of renal function بيعتمد ليه على the duration of obstruction. يعني كل ما كان obstruction for short time recovery بيحصل بصورة سريعة، يعني العيان الكدني ترجع للوظيفة بتاعتها بصورة أسرع. كل ما كان obstruction for long time معناها recovery هنا بنتوقع إنه يحتاج لفترة طويلة عشان الكدني بعدك ترجع للnormal function. طيب so the laboratory investigations، يعني احنا في اللاب مفروض نعمل شنو لو عايزين عندنا عيان مثلا شاكين انه يكون عنده acute kidney injury في اللاب هنعمل شنو؟ طيب بنعمل urine protein to creatinine ratio، يعني احنا قلنا قبل عشان بيساعدنا في الكلاسيفيكيشن whether the cause either due to perirenal or intrinsic renal mainly acute tubular necrosis. ممكن برضو نعمل urine general، واليورين general لو لقينا مثلا في ايزينوفيليا يورين ايزينوفيليا ده يوجوالي انديكيت انتراتيتيال ديزيز، يعني في حاله الانتراتيتيال ديزيز بنلقى انه الايزينوفيل في اليورين كميته عاليه شديد. برضه ممكن نعمل فراكشنال اكسكريشن للصوديوم، نعمل فراكشنال اكسكريشن لليوريا، واهم حاجه نعمل رينال فانكشن تيست اللي هو اليوريا والكرياتين واليوريك اسيد والالكترولايتس صوديوم بوتاسيوم كالسيوم فوسفورس اند سو اون. برضه ممكن نعمل يورين جنرال، مهم جدا جدا very informative in case of acute kidney injury، يعني مهم جدا وبساعدني في التشخيص بصورة كبيرة جدا. اللي هو نعمل urine general، نعمل مع اللي هو deep stick and microscopy. ففي منلقى فيه ماضي brown cast in acute tubular necrosis، يعني لو لقيت الماضي brown cast في acute tubular في اليورين معناه ده indicate acute tubular necrosis. ليه؟ لأنه قلنا بحصل ليه necrosis و destruction للtubules وبطلع ليه الماضي brown cast. او ممكن نلقى WBCs cast او white blood cell cast في حالة acute interstitial nephritis، او ممكن نلقى RBCs cast، والRBCs cast ده لو لقيته معناه indicate acute glomerular nephritis، يعني اي واحدة عندها indication لحاجة معينة. يعني مثلا الماضي براون cast indicate acute tubular necrosis، والWBCs cast indicate acute interstitial nephritis، while RBCs cast indicate acute glomerular nephritis. فبالتالي urine general very important in case of acute kidney injury. طيب عرفنا الكوزيس، عرفنا الاتيولوجيس، وعرفنا الديفرنشيشن بين البريرينال والانترنسيك رينال، وعرفنا المانجمنت للبري رينال والبوست رينال او الانترنسيك رينال. طيب احنا كيف نعمل مانجمنت بصوره عامه، هاو تو مانج ذا بيشنت ويز اكوت كيدني انجري. عندنا الجنرال برينسيبل، وده طبعا ده يعني بيقوم به الفيزيشن خلاص، لكن احنا لازم نعرف المين بوينت شنو. طيب no therapy to date have shown efficacy in treating the acute kidney injury. يعني till date ما في علاج ناجع أو نهائي للacute kidney injury. Just supportive treatment.
يعني بس بنشوف الحاجه الناقصه شنو الناقصه وشنو بنديها له. كان دي هيدريتد بنعمل له ريهايدريشن مثلا زي ما قلنا. كان عنده انفكشن بنديه انتي بايوتكس مثلا. كان مثلا مستخدم في دراكس نوقف الدراكس ان سو اون. So identify the etiology and treat the underlying cause is the cornerstone in the treatment. أهم حاجة نعرف السبب الأدى للمشكلة دي شنو ونحاول نوقفه بقدر الإمكان. Optimization of hemodynamics to increase renal perfusion. يعني بقدر الإمكان نعمل correction للبلط مثلا أو للفلويد. لو مثلا لو كان عنده dehydration نحاول بقدر الإمكان نديه IV fluids. أو لو كان مثلا مقدر يتناول بالماوس نديه شنو fluid by oral. يعني identify and aggressively treat the infection. لو كان عنده مثلا severe infection لو early removal of Foley catheters and minimize indwelling lines. يعني لو كان مثلا البيشن كان hospitalized وعنده في catheters وكان عنده مثلا IV lines يعني وصل له مجموعة من الدريبات والحياة دي. فلو كان عرفنا انه السبب كان مثلا عنده infection احنا ممكن طوال اول حاجة نعمل remove للفولي catheters لانه ممكن يكون دل predisposing factors للموضوع كله الكاثيتر ده فبنطلعه and minimize the indwelling lines بقدر الامكان برضو نقلل شنو ال IV lines مثلا الكانيولا والحياة دي كلها نحاول نطلعها على اساس انه نعمل remove لل predisposing factors. واهم حاجة لازم يكون شنو وعرفنا انه due to bacterial infections نحاول نديه aggressive antibiotic. The preventive measures الوقاية دائما الوقاية خير من العلاج. Prevention is better than cure. So best cure is to prevent. Be aware of patients who are at risk of acute kidney injury. يعني الناس اللي بيكون عندهم بيكون at risk of acute kidney injury نركز على شنو. Volume depletion or hypotension. يعني نشوف لو كان عندهم مشكلة في مشكلة بتاع dehydration. أو لو كانوا hypotensive. برضو نركز على السبسيس انه السبسيس برضو ممكن يؤدي لشنو لأكيوت كيدني انجري. and pre-existing renal hepatic or cardiac disease لو كان مثلا عنده قبل كده renal disease او عنده hepatic لانه عندنا الهيباتورينال سيندروم او هيباتورينال disease او cardiac disease لانه الهارت فيلير برضو ممكن يؤدي لكيدني disease. ده برضو الديابيتس ميليتس والالدرلي الناس الكبار السن برضو لانه دي الكبار السن اللي بيكونوا عرضة لـ a lot of diseases. And also exposure to nephrotoxins اللي هو النيفروتوكسينز الدركس اللي بيكون عندها adverse effect على الكيدني على النيفرونز. And aminoglycosides اللي هو زي الجنتامايسين عندنا الانفوترسين بي والاميونوسبرسيف ايجنس كيموثيرابي نيازايت رنين انجوتنسين الدوستروم بلوكرز انترافينوس كونتراست ميديا and so on. دي كلها لازم نخلي بالنا من من الدركس دي لانه تصم اكستنت ممكن تبقى شنو نيفروتوكسيك ايجنتس وبالتالي ممكن تؤدي لاكوت كيدني انجري. عندنا البوست كاردياك اور فاسكولار سيرجري ان اولسو بيشنت بوست كاردياك اور فاسكولار سيرجري بيشنتس اور اي سي يو بيشنتس ويز مالتي اورجان فيلير ديل برضو بيكونوا عندهم ريسك عالي جدا جدا انه يجوهم اكوت كيدني انجري ان اذر اورجان فيليرز لانه بيكونوا ات ريسك فور مالتي اورجان فيليرز. فدل كله لازم نخليهم بالنا على اساس انه ما يجيهم شنو اكيد كيدني انجري لانه الوقايه زي ما قلنا افضل بعدين من العلاج. And I think that is all about the acute kidney injury. And thank you very much.